الزول يا جماعة دائما العلم الما فيه نفع له ما يضيع زمنه فيه، ما تضيع زمنك فيه، بل حتى العلوم النافعة اجتهد في الأهم أولا. شلت في أمس الحاجة إليه، يعني زول ما ضبط مسائل الصلاة ما بدأ تجتهد في مسائل الميراث ولا في مسائل الحج، هو ما مستطيع ذاته يحج ولا عنده زول مات عشان يقسم الميراث، تلقاه يجتهد بجاي، وتلقى العقيدة ما درسها تلقاه مجتهد في اللغة العربية، لكن تينا الأجرومية وخاشين في الملحة وخاشين في قطر الندى وماشين وين والألفية وكتاب التوحيد ما ضابطه، تلقاه مسائل العقيدة ما فاهمة وتلقاه يجتهد في مسائل أخرى. لذلك من النصح لمن يريد طلب العلم ومن توفيق الله له أن يركز أولا على علم الكتاب والسنة. شفت كان الله اداك حافظة شغلها في القرآن والسنة، تمشي تحفظ لي 200 بيت، في 200 بيت يقول لك في الآداب 300 بيت ولا 200 بيت حافظة وجوز عمه ما حافظه، ها 200 بيت دي بترفعك كم درجة في جوز عمه ده وغيره، أي آية بترفعك درجة في الجنة كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في سنن الترمذي حسن الألباني رحمه. أي ذريعة وباب للشر من نصح العالم أن يسده على الناس، أن يسده على الناس. عشان كذا دائما الناس بيجوك وهم في حيرة، فلا تجعلهم يزدادون حيرة إلى حيرتهم بكثرة التقسيمات في غير موضعها. يجوك يسألوك سؤال في الدين، ما حكم كذا وكذا وكذا، أنت تقول له عندي فيها سبع أقوال، القول الأول كذا والقول الثاني كذا، هذا يقال لطلبة العلم وللذين يتوسعون ويتعمقون في المسائل ويريدون تأصيلها وضبطها وإلى آخره ويقرؤون الأصول إلى آخر ذلك. لكن عامة الناس إذا سألك فأجبه بالراجح الذي يترجح والذي يوافق الدليل والقواعد الفقهية، لأن هؤلاء لا يتحملون العلم، بل ذكر الاختلافات بالنسبة لهم قد يضرهم. تقول لي المسألة دي فيها خلاف ولا اختلاف، طوالي هو شنو بيخلي الشيء الحق الشيء بالنسبة له صعب، هو شايفه صعب من جهة الهوى، ولو حق بيخليه يقول لك يا أخي دي فيها خلاف فيها خلاف، وطوالي يقع يسوي شنو يسوي اللي هو بريده، يقول لك المسألة فيها خلاف، واحد يقول لك لما نتفقوا بعد ذاك نشوف، هم ماتوا يتفقوا كيف؟ انت قول الراجح شنو؟ الله قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالزول الداعية إلى الله سبحانه وتعالى ذا يكون همه. بعض الدعاة كما قال ابن عثيمين رحمه الله في قول الله تعالى في شرح لكتاب التوحيد في القول المفيد، لما تكلم في قول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، وذكرنا هذا الكلام من قبل، قال بعض الناس يدعو إلى الله أي بلسانه وهو يدعو إلى نفسه، يعني هو بيقول الدعوة ظاهرة يدعو إلى الله لكنه غير مخلص يريد المكان هو بين الناس. قال وعلامة ذلك ودليل ذلك أنه إذا عصي يعني دعا الناس ثم عصوه غضب، لا يغضب لأن الله عصي لأنهم خالفوا أمر الله، وإنما يغضب لأنه هو قال كلاما فخالفوه في هذا الكلام. فالزول يا جماعة دعوته دي قبل ما تقعد تتكلم في الدين وقبل ما تجيب تتكلم، شوف انت بتتكلم لشنو، انت داير شنو من الدعوة، انت بتبلغ في المساجد وتمشي وتطوف وتتكلم في الحلقات وتلقى الشباب تقعد معاهم والكبار والصغار وفي المواصلات تناقش وفي البيت، انت بتدعو لشنو؟ انت قصدك من الدعوة دي شنو؟ لو مخلص لله أبشر بالخير، انت في خير كبير، ومن أحسن قولا ممن دعا
إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لو بتدافع عن الدين وتدافع عن الله سبحانه وتعالى أنت مخلص، أبشر بالخير تب. لأنه إذا كان في سنن الترمذي حسنه الألباني من رواية أبي الدرداء رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذب عن عرض أخيه ذب الله عن وجهه النار يوم القيامة. إذا الزول اللي بدافع عن زول من المسلمين بدافع عنه، ده قال لك الله بيدفع عنه النار يوم القيامة، فكيف بمن يدافع عن الله سبحانه وتعالى؟ أنت تكون في خير كبير جدا. وكان كمان بس قصدك من الدعوة شوفوني وكذا والناس يسنوا عليك ومالين موبايلاتهم بتسجيلاتك ومحل ما تمشي في الشارع يا فلان وكذا وتفضل والله ما كذا وكذا وكذا وكذا، انت بعد تورطت اخر لك كان تسكت. اول من تسعر بهم النار شنو؟ ثلاثة في صحيح مسلم، اول واحد في الثلاثة ديل هو الزيداء. يتعلم ويساهر ويحفظ ويدعب ويقرأ قرآن لكنه أراد مدح الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقد قيل، يعني بيقولوا لك تراه بشكروك لكن بعدين بتتورط، ما يطرح على وجهه في النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب، فالرسول عليه الصلاة والسلام كان همه دعوة الناس إلى هذا التوحيد وإلى هذا الدين العظيم. من الفوائد الزول ما يدعو في حالة الرخاء بس، بل حتى في الشدة في لحظات الموت، دي آخر لحظات ودي الوصية خلاص. وصيتك اللي بتكون في آخر لحظات الناس براعوها، خاصة الناس اللي بيحبوك وبيجلوك، فتوصيهم بالعقيدة والتوحيد قبل ما ورقة كتبت الوصية، قبل ما تكتب البيت ده بقوا على 10 والأولاد وحافظوا عليهم وكذا وكذا وما تبيعوا كذا وبيعوا كذا. أول شيء وصيهم بتقوى الله، وصيهم بالتوحيد، أولادك ديل يراعوا العقيدة ويعلموها أجيالنا البعد، لأنه إبراهيم عليه السلام الله قال عنه: وجعلها كلمة باقية في عقبه. ولذلك يعقوب عليه السلام في الموت قال لأبنائه: ما تعبدون من بعدي. ده هم دي تكون وصيتك أول شيء. بعد ذاك تاني جيب الديون واكتب الحاجات التانية وكذا وكذا وكذا، وقول لهم ما تسووا فراش ما تشيلوا الفات حي بدعة زحوة إلى آخره. بعد ذاك كان موت تراه بعد تتوب ده الله بيرحمك. فالإنسان يدعو إلى الله في حال الرخاء وفي حال شنو؟ الشدة. والموفق ما وفقه الله. عشان كذا الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله قالوا له: انت اي محاضره تتكلم في العقيده والتوحيد؟ قال: من فضل الله علي ما اقمت محاضره او درسا الا وتكلمت في العقيده. ده من فضل الله علي. عشان كذا ولده علي ابن الشيخ محمد امان الجامي قال لي ابي قبل ان يموت بلحظات اخر كلام، قال: يا بني أقرئ هؤلاء العلماء مني السلام وقل لهم يهتموا بأمر التوحيد. ومات. الشيخ أحمد النجمي ولد عبد الله بن أحمد النجمي ذكر وصيته ونقلوها مكتوبة ونقلوها صوتية، أغلبيتها توحيد التوحيد 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 إلى آخره.